السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من أيام الجمال في رأس البر. هنشوف واحد من كافيهات الجرب السياحي المميزة، كافيه ذا موب. دي واجهة الكافيه مرجحة ومكان رائع للتصوير، وبعدين صالة مفتوحة على الشارع وعلى النيل من الناحية التانية زي كل كافيهات الجربي، لكن هنا مفتوحة بزيادة، في إحساس كده بالبراح، وتحس الكافيه كتلة واحدة كده من مدخله لغاية الشاطئ على النيل. وبعدين بنلاقي القعدة اللي في النص دي، المكان ما شاء الله كبير، واخد من الشجر اللي هناك ده للشجر اللي هنا، وهنلاقي في مكان لنزول الشاطئ في المكان ده والمكان ده، فما شاء الله المكان بيعتبر 2 كافيه جنب بعض. القعدة اللي هناك دي تبعه، هنشوفها بعد شوية. تعالوا نقرب للنيل ونشوف الفيو الجميل. قعدات رايقة، لو حد عايز يروق على نفسه ممكن يصطاد، ينزل المية، يعمل لايك للفيديو، يشاركه مع صحابه، استمتع بفيو بيوت عزبة البرج والمراكب اللي رايحة جاية، زي ما شفنا في كل الكافيهات اللي احنا رحناها. النيل وجماله وسحره ربنا يحفظه لينا. بفكر حضراتكم ان اسم الجربي هو اسم أحد مشايخ الصوفية، وكان بيجوا بالمراكب في المنطقة هنا علشان يحتفلوا بالمولد بتاعه. احنا شفنا أجمل وأهم الكافيهات الموجودة في الجربي، وجمعنا كل ده في سلسلة هتطلع لحضراتكم. تعالوا نروح نشوف الجزء المفتوح ومنطقة الكيدز اريا. دي قاعدة مفتوحة زي ما احنا شايفين، كأنك قاعد على الشاطئ، الأطفال اهي في المية. تعالوا نشوف منطقة الألعاب. تعالوا بقى نشوف الأجواء بالليل، الجو بيبقى رائع، والليل على النيل ليه سحره وجماله. زي ما شفتوا حضراتكم بفضل الله رحنا كل الأماكن الموجودة في راس البر، وعملنا لحضراتكم سلسلة كافية وشافية لأي حد عايز يعرف كل حاجة عن راس البر. هسيب لحضراتكم السلسلة في نهاية الفيديو. كل الحب والتقدير لحضراتكم، بنسعى جاهدين لإسعادكم وتقديم محتوى مفيد وممتع، نتمنى دايما ينال رضاكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جزاكم الله خيرا، أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.